كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، كله تمام. اليوم عندنا فيديو كتير حلو وكتير رح يكون في ضحك الصراحه، اوكي؟ غريب من نوعه. الفيديو عباره عن نقول نكت لبعض، واللي بيضحك الثاني بيدفع له مصاري حسب كيف قديش بضحك بيدفع له. يعني مثلا اذا كان ما ضحكوا كثير في يدفع له اللبناني، بس ما بدهم يقاوم او لا مش يقاوم، لا اوكي مثلا اذا كان ضحكه قويه بيدفع له فوق بال $100، ضحكه واطيه 50 20 10 يعني قسم. شو اموره؟ انا عيطلكم. يلا شو يلا بلش يلا. طيب اوكي يلا. اموره هي رح تشارك معنا، بس هي رح تكون مصوره، اوكي؟ هي المصوره يلا. اموره اذا الضحكه هيك خفيفه وبايخه يعني عادي بنحط له 100,000 ما بلاقيه من عنده، اوكي؟ يلا اموره رح تبلش. يلا قولي ريدي كاس جو ليتس جو. اوكي يا جماعه خلينا نبلش. اول شغله الحلقه هي يعني ضحكني واربح، اوكي؟ اضحك معنا اضحك معنا واربح، تمام؟ يلا. طيب مين بدي يبلش اول شيء؟ تعال حجر ورقه. قلنا بالاخير انا ما بعرف حجر ورقه. طيب بس كنت قولوا لنا بالاخير عن جد مين النكته بتضحك اكثر. مظبوط، اوكي؟ يعني انتوا الحكم، انتوا الحكم مين ضحك اكثر، اوكي؟ مين النكت الحلوين؟ يلا حجر ورقه مقص مش مبين، اوكي؟ يلا ما بعرف. يلا بلا حجر ورقه مقص انا. انت ايه معنا حجر. لا مبين عليها بتعرف. انا يا جماعه سجلتهم على الايباد لانه انا خطي بشع، مش حافضل مش حافهم على خطي. الله عظيم يا جدع والله. انت جرالك انت سافرت بلاد برا ولا عملت ايه انت ولا رحت فين؟ اضطريت سجلهم على الايباد. طيب وانا مسجلتهم على ورقه. طيب يلا جايزي انت الاول، جايزي الاول نكته اوكي بدك تضحكي بس، اوكي؟ محشش عم بيسال محشش تاني، اوكي؟ لو فقت من النوم ولقيت حالك ميت شو بتساوي؟ عم قال له المحشش الاول، قال له والله بنهبل. بيستاهل. مين قال؟ لا بايخة بايخة. في واحد قلبه طيب تزوج وحده قلبها طيب كثير، اوكي جاب ولد بيحرق القلب. واو شو ما ضحكتش. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. لا عم نتقول والله ما ضحكتش. هون هيدي 100 لك. ما ضحكتش انا، ما ضحكت والله ما ضحكت. طيب هيدي 100 لك، اوكي؟ شكرا. يلا تكرم. هيدا واحد محشش خطفوا له ابنه، قام دقوا عليه الخاطفين، اوكي؟ قالوا لهم هات قالوا له هات $1,000,000 تاخذ ابنك. قام قال لهم عم بتطعموه؟ قالوا له ايه. قال لهم عم بتشربوه؟ قالوا له ايه. قال لهم عم بتناموه؟ قالوا له ايه. قالوا له كان تعال خذ خيو الثاني. حلو لا تقولي لي 50 لا 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 اوكي اعطينا من عندك. يلا شو انا ما عندي زعبره. يلا لا مش زعبره، اوكي. مره خزان قال له خزان ليش ما عم نشوفك؟ قام قال له والله ما عم بفضى. طيب حلو بس يعني مش كثير، هي 20 20 عم ما كرهتك 20 ايه 20 ما عندي 20 50 لا اوكي ماشي. يلا وحده قالت لزوجها المحشش بدي اطلع لعند رفيقتي، قال لها اعملي طلباتي واطلعي. قالت طيب اوكي اقمر شو بدك. قال لها اعملي صوت رياح، شغلت له المروحة وصارت تقول له اووووه. قال لها اعملي صوت مطر، شغلت له النبريج وصارت ترش عليه مطر مي. قال لها اعملي صوت البرق، طفت له الضوء وشغلته. قال لها اعملي صوت رعد، صارت تضرب الطنجرة ببعض، اوكي؟ هاي قالت له انا عملت كل شيء هلا يلا خليني اطلع. قال لها يا عمي انت شو هبلة، حدا بيطلع بهيك طقس عواصف ورعد وبرق؟ نو نو نو. خمسة أكرم. لا ولا أكرم وعيد على الضحك أنت. طيب شوي. طيب يلا يلا. مرة فرشاية قتلت هي وفرشاية، قالت لها والله لا فرشيكي. خمسة. لا تقلدني، لا عم بتقلدني. ما ضحكت أنا. طيب ما ضحكت. طيب ضحك اسمع عني يا جماعة. لا وحياة الله لأنه عم بيزور. يلا واحد محشش دخل عبان قال لهم كلهم يرفعوا ايدهم،
كل بالبنك رفع ايده الا واحد قاعد يضحك يضحك يضحك. اجى لعند المحشش قال له ليش ما رفعت ايدك وليش عم تضحك؟ قال له انت محشش مزبوط؟ قال له كيف عرفت؟ قال له يا هبيلي ما هيدا بنك دم ما مش بنك مصاري. بيخة راح فايت على بنك الدم تبرع بالدم الزلمه. لا لا يا الله والله مش بيخة يا سهام. أربعة ولينا ولينا شو بيخة ولا فاتت؟ اعطينا 100,000 حتى المية بده. هات يا عم هات هات عن حظي. يلا في دكتور عط 100 وفي دكتور عط 500. طيب في دكتور عط 100 وفي دكتور عط 500. هات سالي 10 10 10 دولار اوكي. لعمة ما قدرت شعرك. حشش عم بيركض بالبيت قام خبط امه قالت له العمى يا عميك ما شفتنا. قال له شايفك بس ما بعرف وين. بعيدة ما ركزت فيها. لا لا ما ركزت فيها يا سهام. هي تكرمها هنا يا سهام رح يخلصوا ماك اللبناني بعد بلشوش بالدولار. مبيحته. يلا اوكي. في خسة شافت خسة رفيقتها قالت له وين رايحة؟ قام ردت رفيقتها ما خسك مش حلوة. تفضلي اكثر من هيك ما بيطلع لك عيني. الامك ما بيطلع لك. محشش فات على عزا قد ما تاثر كثير هو طالع قال له لخيه للميت ما في امل يرجع. انت تتكلم جد؟ لا والله يا جماعة هي أصدق مع فكرة ما بتضحك. الله لا خو خلصوا اللبناني معه خلصوا البياخة. آخ مرة واحد أكل زيتونة قام زعل باباي. بيخة بيخة أمين لك بيخة والله أكل زيتونة قام زعل باباي. شو طيب ماشي لك مو زيتونة رفيقة حبيبة باباي. بعرفها إيه بس بيخة. واحد محشش اخذ كتاب وطلع على الجبل قال له لوين رايح؟ قال له رايح ادرس دراسات عليا. نو 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 تبدلي اللي حلوه خلصوا اللبناني بلشي بالدولار يعني الكبير العالي ال 100 ال 100 بعد ما حدا اعطى 100 دولار يا جماعه وصلنا لا. طيب اوكي كملي. في واحد عيونه صغار راح حطهم بالروضه. طيب يلا خذ هي 50 شكرا اوكي ماشي. طيب محشش راح اشترى ايفون وبعد ساعتين رجع على صاحب المحل قال له ليش رجعته؟ قال له غشيتنا. قال له ليه؟ قال له لانه هو قديم مستعمل. قال له كيف عرفت قديم مستعمل؟ قال له لانه التفاح ماكول منه. التفاح ماكول منه هيدي لا فهمت قصدي. هاي 5 دولار 5؟ والله عليها 50 لازم يكون يا سيدي. طيب شو ضحكني كثير بيك ضحكني كثير. يلا مرة محشش قبل ما يموت قال لهم تبرعوا بكل أعضائي إلا المخ. قالوا له ليش؟ قام قال لهم معلش الذاكرة فيها صور عائلية. هات تستاهل عليها 100 دولار أول 100 دولار بتطلع يا جماعة أول 100 دولار بتطلع. اوكي محشش قاعد بالباص وراه 3 بنات حلوين. سمع الاولى بتقول له انا نفسي اتجوز ضابط. الثانيه قالت له انا نفسي اتجوز صيني. الثالثه قالت له انا نفسي اتجوز شاعر. عم تحمس كثير المحل محشش وشو قال لهم؟ معاكم النقيب شنغهاي احمد شوقي. نو 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 ترى ترى الثلاثه مع بعض. يلا ايه 10 10 10 هي لئيمي. يلا قال ليش الصوص ما بياكل حلو؟ ليه؟ عشان ما يصوص اسنانه. ايه 5 5 واحد متخانق مع مرته اتصل بيها اتصل فيها قال له شو طبختنا على العشاء؟ قالت له سم الهيري. اما لا تعشي ونامي لانه متاخر. ايه ده؟ واحد متخانق مع مرته اتصل بيها بالليل قام قال لها شو طبختنا على العشاء؟ قالت له سم الهيري. قال لها طيب يلا تعشي ونام لانه متاخر. بيخة ما في يعني وين لا لا يا الله علي لا قعدت ساعة والله هي ولا النكت عندي خمسة كثير انا وحبيبتي كثير يعني طيب يلا
قال له عيب شدة طلع بالباص. قام قال له الشوفير قطاع، قال له فت. حلوة. حلوة بس ما بتستاهل 100 يعني صراحة، بس حلوة يعني بس ما بتستاهل 100. ما بتستاهل 100؟ 50. يلا، في طفل اوكي رجع على البيت متأخر، قام قال له بيو ليش تأخرت؟ قام قال له في واحد وقع 20 دولار على الأرض عشان تأخرت. قام قال له أكيد كنت ناطره حتى يرجع لحتى تعطيه. قال له لا، كنت داعس إجري عليها لحتى يفل لحتى خدها. أعطينا ما عندك 100 ولا؟ يا الله والله عم بتزعل رفيق. خلص تستاهلها. يلا هاي 100. مرة واحد معه زهايمر، قام راح ضحك نسيت أمه مفتوح. طيب غدي 10 دولار هي رح تكون قوية كتير. حرامي فات يسرق ست عجوزي حجي يعني أوكي، وضل مستنيها لحتى تنام. قام قاعد هي تسرح بشعرها 3 ساعات وتسرح 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 تمشط شعراتها لحد ما نامت. دخل على البيت فات ليسرق ما لقى شيء، قام من قهره نكش له شعره وضهر. حلوه قولينا، حلوه لا قولينا 10. يا الله دي مكدوسه. مكدوسه ليش راحت على دكتور اسنان؟ ليه؟ نزلت الحشوه. حشش فات على متحف وقع مزهريه وكسرها. قام اجى لعنده صاحب المتحف قال له يخرب بيتك، قال له وقعت المزهريه هيدي من القرن 18. قال له عم بقلبها فكرتها جديده نقصني. انت يا ضحكت ايش؟ لا والله انا نكتي اجمل من نكتي. اسمعي يا واسم، هاي الكم عاد ما بتقولوا انه شو عاملين رز. ايه هن بيقولوا رز. ما بيقولوا رز. طيب مهم. المره واحد سال وحده شو اسمك؟ قام قالت له روز. قام قالت له انت؟ قال له برغل. حلوه. ايه 5 دولار روح. 5؟ اسمعي، واحد متجوز، واحد متجوز قاعد مع مرته، جاب عقد الزواج وقاعد يبصبص فيه هيك ويركز فيه ويركز فيه من قلبه. قالت له حياتي انت على شو عم تركز بعد الزواج؟ قال له عم شوف تاريخ الانتهاء. شو قوية، شو قوية حتى اول مرة بسمعها بحياتي، عفرم عليك. هذا 10. 10؟ لا لا قلنا 10 صرنا بدين، صرنا شي 14 واحد. خمسات اصلا. اعطيني واحدة من عندك يلا. تحمسنا يا جماعة، على اساس 10 صاروا شي 12 13. مرة اثنين حرامية فاتوا يسرقوا بيت. قال له الأول للثاني، بس تشوف شرطي قول شمعة، وبس تشوف شرطيين قول شمعتين. أم راح هداك، أم إجى الدورية، أم شو قال له؟ شو قال له؟ هابي بيرثدي. حشموع. خذي هذي يا بتستاهلي الصراحة 10 دولار. خلاص يا الله منك ما بخلك. سأل محشش مين أطيب الناس؟ أم قال لهم صالح، لانه كريم وبيسقي كل الناس مي. سالوه مين صالح؟ قال له ما بعرف، بس على طول بقره ماء صالح للشرب. عطوني بيقرا على السبيل ماء صالح للشرب. لا الله بس هل انت؟ طيب شو؟ طيب اعطينا ما عندك للجو يلا. في دوده دخلت على الحمام لتتحمم، أم ما لقيت مي، أم حطت إيدها على خاطرها قالت أدود يعني. حلوة. واحدة سألت حبيبة قديش بتحبني؟ قال لها أنا رح أمشي هلا، والمسافة اللي بوصلها بتصير بيني وبينك هي على قد حب إلك. صاروا 4 سنين بعد ما رجع. قديش بيكون بحبها؟ كتير كتير، ما لا تفهمها. كيف كثير؟ يخرب عقلك ما انت مسخرة. لك هجرة وعيش رجعلها بعد 4 سنين. كثير بتقولي لي تمشي لا والهرب. تستاهل 100. 100 في واحد لقى ليرة مطعوجة. اخذها لعند الصواج ليظبطها. قال له الصواج رجع ثاني يوم. قام رجع لعنده قال له قد ايه بتكلف؟
أم قال له ليرة أم قال له اخدها بيخة هذا مش سوى هذا محشش كده يا دي عشرة اكرم ولك خلص انه عشرة ايش عشرة عشرة ما ضحك كفاية اسمعي يا بسيام مرة ولد سأل بيو قال له بابا شو الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة أم قال له الولد يعني مثلا لو رحنا نحن نصيف وأمك نزلت البحر وغرقت بيبقى هيدا قضاء وقدر قال له طيب والمصيبة قال له إذا كنت تطلع بتعرف تسبح وترجع تطلع شوية شوية حتى أول مرة بسبح بحياتي عفرة معلك لا حلوة 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 لا تقولي لا يا الله هذه الحلوة ضحكت فيها من قلبي كيف بدي 100 دولار عليها واحد الله عم تزعبري انت منيحة هاي خلص بتعطيك نيات اصلا يلا اعطيني واحدة من عندك يلا اخر واحدة خلص اخر واحدة تلفزيون خانق مع تلفزيون ايه ام شو قال له شو قال له تبيع عليه تبيع عليه خذي تبيع عليك تبيع عليك خذي تبيع عليك 100 دولار منيحة منيحة يلا لا منيحة منيحة اوكي يا جماعة ليك قد جمعت انا ليمونة بدها تترك حبيبة قالت ما خلصنا اعصرني ما قادرة اكمل مش اعصرني يعني اعصرني اعصرني ما قادرة ليكوا يا جماعة انا قد جمعت هات بدي اشوف يا جماعة انا جمعت 330 هي جمعت 380 يعني طلعت هي الربحانة هي ضحكتنا أكثر يعني ما ضحكت أنا نكتي هنا من الحلوين شو رأيكم يا جماعة أنتوا قرروا مين اللي نكتوا كانوا أجمل ومين اللي ضحكتوا على نكتوا أكثر أنا ولا سهام هلا يا جماعة صار فكرة التحية أول اسم تحية كبيرة من عالم كاميرا تيوب لمين أمورة ريتا ريتا من سوريا لريتا من سوريا تحية كبيرة من عالم كاميرا تيوب تحية كبيرة من عالم كاميرا تيوب لتاني اسم سمر كي اي من سوريا هلا تالت اسم سهام غادة من تونس تحية كبيرة من عالم كاميرا تيوب لغادة من تونس بحب نذكر اسمه يكتب اسمه واسم البلد لحتى نذكره بفقرة التحية وتحية لجميع متابعينا اوكي حبينا نقدم لكم الفيديو يا جماعة وان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو خفيف نظيف واذا عجبكم الفيديو بدنا تستعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب بحبكم كثير اي لاف يو انطروا لنا فيديوهات حلوة كثير مميزة يلا قولي وصلنا على 100,000 مشترك حتى نطلع التلفزيون اوكي سمعتوا امورة يلا سي يو باي